مساء الخير عليك كابتننا الكبير كابتن ايمن شوقي، كل التحيه لكل كل مشاهدينا وجمهور النادي الاهلي في كل مكان. تحدي جديد ومباراه صعبه النهارده في بطوله الدوري العام، لكن ثقتنا كبيره جدا في كل لعيبه النادي الاهلي. نستعيد بقى سلسله الانتصارات ويستعيد النادي الاهلي من جديد صداره بطوله الدوري العام والحفاظ عليها ان شاء الله مع توالي المباريات. انا قبل ما اتكلم معاك كابتن ايمن في الاخبار اللي كانت خاصه في فندق الاقامه والاستعدادات، يعني في هذه اللحظات لسه تشكيل فريق النادي الاهلي معانا حالا دلوقتي. ابدا معاك بالتشكيل، يعني النهارده هيكون والتر بواليا متواجد فيها التشكيل بقى معاك بالترتيب يا كابتن ايمن. في حراسه المرمى محمد الشناوي، احمد رمضان، بيكم، حمدي فتحي، بدر بنون، حسين الشحات، اليو ديانج، وعلي معلول، اكرم توفيق، والتر بواليا، وطاهر محمد طاهر. الاحتياطي الخاص بفريق النادي الاهلي احمد نبيل كوكا، سعد سمير، محمد مجدي قفشه، صلاح محسن، علي لطفي، وليد سليمان، محمد شريف، محمود كهربا، وياسر ابراهيم. اعيد معاك من ثاني يا كابتن ايمن تشكيل فريق النادي الاهلي عشان نذكر بيه المشاهدين من جديد. محمد الشناوي، احمد رمضان، بيكب، حمدي فتحي، ايمن اشرف، بدر بنون، حسين الشحات، اليو ديانج، وعلي معلول، واكرم توفيق، والتر بواليا، وطاهر محمد طاهر. يمكن مفاجاه كبيره، ودي يمكن اللي احنا عارفينه يا كابتن ايمن مع بيتسو موسيماني، ما فيش حاجه اسمها انسجام، ما فيش حاجه اللعيب ده لسه جاي، لا الراجل شايف رؤيه وليه رؤيه كبيره جدا، اداله جزء كبير جدا وتعليمات خاصه في تدريب الامس اللي كان على ملعب بمختار التش في الساعه الثانيه ظهرا. يا رب ان شاء الله النهارده يكون اضافه قويه مع الكوكبه الكبيره من لعيبه النادي الاهلي. لما بيكون في حيره يا كابتن ايمن عندك محمد شريف، صلاح، محسن، بيغيب اجاي، بيغيب السوليه، بيغيب ربيع، عندك كوكبه كبيره جدا من لعيبه النادي الاهلي، لما بيكون في حيره ده امر كله بيكون مفيد جدا للاعبي النادي الاهلي، وان شاء الله يعود بالايجاب على اللاعبين ونحقق ان شاء الله النهارده نتيجه ايجابيه واداء يسعد كل جمهور النادي الاهلي. على الجانب الاخر لو بتكلم طبعا على تشكيل سيراميكا كليوباترا اللي عنده حافز ودوافع ورغبه كبيره جدا، يعني اقدر اقول طبعا في البدايه خالد صبحي، رجب بكار، طارق سامي، محمود نبيل، شادي حسين، شريف دابو، احمد محسن، محمد توني، عامر ومحمد ابراهيم وكوامي بونسو. على الاحتياطي الخاص بفريق سيراميكا كليوباترا محمود شكري، محمد جمال، عبد الله محمود، احمد اوفا، ومحمد حسن، وعبد الرحمن نبود، فونيسيو، ويونيفول كوينبا، وسيف تاكا. ويمكن ده التشكيل والاحتياطي الخاص بفريق سيراميكا كليوباترا. يا رب ان شاء الله النهارده تكون اجواء طيبه واجواء جيده لفريق النادي الاهلي. استاد السويس حاجه رائعه ومميزه جدا، كل الامور عامه في بروده شويه كابتن ايمن فيها الجو، لكن جو كره ان شاء الله. يا رب ان شاء الله باذن الله النهارده لعبتنا تكون على قدر المسؤوليه ويقدر النادي الاهلي يحقق نتيجه طيبه واداء يسعد كل جمهور النادي الاهلي. عود لك من جديد يا كابتن ايمن شوقي. شكرا جزيلا الزميل العزيز كريم احمد. طبعا